هو شغل الفساتين بيتقال عليه السهل الممتنع، ده علشان بيبان بسيط وان كل الفساتين واحد، بس في الاخر بنلاقي ان ليها تفاصيل كتير جدا وان هي محتاجة شغل كتير جدا. ده غير ان كل سيزون بيتغير الالوان عن السيزون اللي قبله. وعشان نعرف بأدق التفاصيل عن المواضيع دي كلها، كان لازم نستضيف النهاردة ضيفة جميلة معانا، أستاذة وسام سمير، وهي مديرة أتليهات ويزو. اهلا ازيك؟ بيكي. ازيك يا اهلا سام؟ بيكي، عامله ايه؟ اهلا بيكي، كله تمام؟ منورانا. نور الدنيا. تسلم. احكي لنا بقى الاول كده، ايه هو الاتيليه اللي بيميزه الاتيليه ويزو يعني، واحكي لنا اكتر عنه. والله هو الاتيليه ده فكره جات لي. حلو. انا بحب شغل الهاند ميد جدا، اي تمام. حاجه هاند ميد، فساتين، اكسسوارات، اي حاجه. ممتاز. فبدات بالاول بالشغل الاكسسوارات الهاند ميد، مش عارف ايه جات لي فكره، لا عايزه، لا طموحاتي عليت يعني، أكبر الموضوع. اكبر الموضوع. ف طيب يعني اشتغل في ايه؟ فلقيت بقى شغل الفساتين ده، بحيث انه ايه، فعلا كل شغل هاند ميد بتبتكري، لا الفستان ده ناقصه حاجه، لا الفستان ده عايز يروح لحته تانية كده. فخلص توكلت على الله وحطيت نفسي في الطريق حبيت وابتدينا. الموضوع جدا لان هو جدا اصلا من البدايه انت حباه هوايه. وكملتي بقى ان انت انتي كمان كبرتيه شويه. فتحتي مجال تاني في الاتيليه عشان العرايس ما يقعدوش يلفوا ويدوخوا. ايه هو بقى، احكي بالظبط، لنا. انا عملت جزء كده صغير، يعني بارتيشن صغير كده للشغل، العرايس، لانجري، بيجامات، هوت شورت، الحاجات دي. بس شغلي الاساسي في الاتيليه، يعني شغلي الاساسي الفساتين وازاي اختار الفستان ده، لا العروسه تدخل لي، لا تعالي انت، لا انت يناسبك الفستان ده، طب قيسي، طب حلو. شوفي يعني انت بتساعد كده. العرايس انهم يختاروا فساتينها. اكيد اكيد طبعا، انا حلو. بسيب العروسه هي تختار، وبعد كده بقول لها لا، يعني لا ده هيبقى احلى، لا خليكي في المنطقه دي، خليكي في الزون ده، تقسيمه الفستان هنا هيبقى عليكي اشيك، حلو. لا كده. بحاول برافو. بقدر الامكان اخبي تفاهات الجسم، وفي نفس الوقت اظهرها ان هي، ان الفستان ليها، حلو مصنوع جدا. ليها، تمام. مش عشان من عندي طب والله. برافو، يعني فاهمة، يعني طيب انت يا وسام. فاهمة، غير كمان انك ما شاء الله عليكي يعني شاطرة في شغلك. حلو. تسلم. يا وسام، قول لنا الموضة السيزون ده ايه؟ يعني انا عارفة ان الموضة بتختلف من سيزون لاخر، يعني السيزون ده بقى ايه الموضة فيه في الكولكشن بتاع الفساتين؟ هو طبعا كألوان الاوف وايت ده التوب، وبعد كده الشامبين، وبعد كده السيلفر، بس التوب عندنا دلوقتي الاوف الاوف وايت. وايت، وبعد كده بقى مع ان الموسم اللي فات كان شامبين اكتر. بالظبط، بس الشامبين انا كواحده فعلا اتحطيت في المجال ده، حسيت ان مش كتير مش تقبله. كتير تقبله. لا تقولي لا انا عروسه. اصل البنوته مهما كان صح. بتميل شويه للفستان الابيض، بقى حلم عمرها انها تبقى بالظبط سندريلا وكده. بالظبط بالظبط. ففعلا طويل. هو ايه فعلا، يعني البنات لسه بيجروا ورا الديل الطويل والطرحه الطويله ده والكلام. لازم، ده لازم، نادر جدا جدا ما يجيلي واحده مش عايزه، لا لازم. وانا لما بتيجي بتاخد رايي بقولتها انت عايزه رايي، انا هتعملي ستيشن يبقى ديل طويل. طبعا يعني هو فعلا بيبقى ما تفاصيل اشيش. كتيره بالظبط وبيدي جمال للصوره، طبعا وكمان طبعا. لو المكان مثلا واسع طبعا بيخلي الصوره احلى كتير بالظبط وبين تفاصيل كتير قوي. بالظبط بيبقى حلو. لما بيجي لك شكلها. بقى مثلا عروسه والفستان مثلا حابب ان هو تعدل فيه حاجه، تشيل مثلا منه حاجه، تحط فيه حاجه، بتعملي ده ولا الموضوع بالنسبه لك هو اكيد، ثق؟ لا اكيد حلو. اكيد، ادام هيناسبها ويناسب ذوقها، وتكون يعني انا اهم حاجه عندي العروسه تطلع راضيه 100%. ممكن أكيد. اقعد مع العروسه ساعتين واحس ان هي ابتدت تقلق، ان انا لا مثلا طبيعي طبيعي، أي عروسة متضايقه او كده، بتتوتر اقول بقى. لها لا بصي انا معاكي للاخر، لما تقولي لي انا الفستان معايا بيرفكت 100% وراضيه 100%، تعبي انا مجهودي وتعبي مش مشكله، مقابل ان انا الاقيكي مبسوطه، مقابل ان انت تقولي الله الاتيليه ده كويس، معاملته كويسه، اللي فيه فاهمين، فاهمين شغلهم، مش فستان ويلا. حلو حلو جدا. طب ايه طيب يا احنا برضو ممكن نشوف صور تمام. للفساتين واحنا بنتكلم، برضو ما شاء الله يعني تفاصيلها كتير، وحبيت الاختلاف اللي فيها. يعني بنشوف اتيليهات كتيره ما بلاقيش النوع ده من الفساتين بصراحه. هو حلو. اختلاف في اذواق حاجات يعني. حلوه. هي الصور بتتعرض. بحاول ان انا الصور اجيب بتتعرض. كذا اختلاف، كذا ذوق. حلو جدا. برافو عليكي. لا ما شاء الله بجد جميل، يعني حاجه تحفه. هي اللي كمان الصور فيها اختلاف، يعني فستان اوف لا وايت، فستان فستان تفاصيل ابيض، كتيره.
فستان منفوش قوي، فستان بالزبط. سامبل شويه بالظبط عشان الاجسام مختلفه وترضي جميع بالظبط. طيب هي واحنا كده بنتفرج، هي لو العروسه حبت تقفل الفستان بتعملي تقفيله شكل الفستان ولا بتقولي لها باضي بقى لا انا ضد الباضي وانا كمان بصراحه خلاص وانا كمان الموضوع يعني حلاوته في ان هو يكون سامبل بتبقى اشيك لا ويكون واخد من ميه الفستان، ما تحسيش ان عينيكي فيها حاجه غلط لا بتحس ان الفستان راح في حته كده مش حقيقي. برافو عليكي ما شاء الله على الفساتين بتاعتك يعني فعلا تسلم. تمام قولي لنا بقى ايه طيب اكتر حاجه ممكن تعلي من سعر الفستان يعني عندك؟ الشغل والقماشه ويفرق بقى اذا كان فيرست ولا مش فيرست. ده برضو الفيرست ده اللي هو اول لبسه اول لبسه ما طلعش خالص حل. فده طبعا بيفرق في سعر الفستان والشغل اللي فيه يعني فستان سيمبل مش محتاج ما فيهوش امطار كتير مش سعره بيختلف عن بقى فستان مليان شغل حلو. بس احنا برضو يعني الناس اللي هتجيلك من عندنا اكيد ليها اوفر كبير أكيد. طب يلا قول لنا بقى على المفاجاه كده على الهوا يلا يعني فاجئنا بالاوفر الناس اللي هتاخده ده احنا بندبسك على فكره فجاه كده احنا بندبسك انا مش هقدر احدد اوفر معين لان ده حسب الاختيار الفستان بس مش هيلاقي في اوفر نسبه نسبه مثلا 25% مثلا طب ده حلو جدا يعني يلا يا جماعه يعني بصوا اول ما تروحوا لها قولوا لها احنا من برنامج الراجل ولا الست هتنزل لكم 25% على طول ان شاء الله هي وعدنا على الهواء والكلام ده متسجل صوت وصوره ان شاء الله ان شاء الله بجد احنا مبسوطين جدا ان انت كنتي معانا ميرسي جدا اللقاء الحلو قوي ده بجد نورتينا وكان لقاء نجاح ان شاء الله ونشوفك كده مع كل اللي نفسك فيه اللهم امين تسلم وشكرا يا رب ودي كده فقرتنا مع اخر فقرتنا مع وسام ونطلع فاصل ونرجع لكم بقى بفقره المشوار والنجم اللي قال ان الشاي بحليب له سر عجيب لم يكشف بعد فاصل نرجع لكم تاني.